بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برحب بكم معايا في المحاضرة الأولى من محاضرات شركة إيماكس للمالتي ميديا والموشن جرافيكس. في السلسلة بتاعتنا، السلسلة المجانية دي، هنناقش فواصل كتيرة جدا، منها فواصل ام بي سي اللي بتعرض دلوقتي على الشاشة. اشهرهم او من الحاجات اللي بتيجي كتيرة جدا اللي هو الفاصل بتاع تومورو او فرايدي او تيوزدي، اللي هو اللي بيجي على الفيلم اللي هيجي تاني يوم او هكذا. هنتكلم النهاردة على تومورو، كنا اتكلمنا عليها قبل كده في شكل تاني، لكن النهاردة هنتكلم عليها بشكل احسن من المرة اللي فاتت. فيها شغل داينامكس عالي قوي المرة دي، اتمنى انكم تستمتعوا بالمحاضرة دي. بداية هنشيل كل اللي احنا عاملينه ده الاول، نعمل سيف، بعد كده نروح كلوز، بعد كده نروح للرندر سيتنجز ونظبط الاوتبوت بتاعنا، نخليه اتش دي في 29، نخلي الجوده بتاعتنا ولتكن 100، وبعد كده نعمل كلوز. نبدا اول حاجه بكتابه الكلمه نفسها. المره دي انا مش هروح للاستريتور، لكن هروح على مجراف واقول له تكست اوبجكت، واكتب في التكست اوبجكت بتاعتي كلمة تومورو، اعتقد كده مظبوطة. نروح للفونت، ننقي نوع فونت يكون مناسب، بالمناسبة صحيح يعني في فونتات جميلة قوي في موقع اسمه دافونت، تمام، موقع كويس جدا. نخلي دي 60، ده الديبث او العمق بتاع الكلمة. نروح بعد كده للالاين وخليها ميدل عشان تيجي لي في النص. بعد كده هروح على كابس واقول له فيلت كابس، ودي برضو فيلت كابس بالشكل ده كده. الراديوس اخليها ولتكن 2، برضو 2. الستبس دي اللي هي بتحدد نعومة البيفلز اللي موجودة هنا دي، او تقسيمة البيفلز او عدد الاوجه والحواف اللي بتكون البيفلز. هخلي الستبس مثلا ولتكن 5، برضو 5، بحيث تدي سموثنس بالشكل ده كده. نيجي بعد كده علشان في بعض التشوهات، ولكن حاجة زي اللي فوق دي او دي او دي، دي بتيجي من الفيلت تايب، لا مش الفيلت تايب، بتيجي من اوبجكت. بروح على حاجة اسمها انترميديت بوينتس وبختار منها مثلا وليكن يونيفورم. يونيفورم ببدأ ان انا اتحكم في عدد المقاطع اللي بتكون البيفلز واللي بتكون الكلمة نفسها. أبدأ أرفع في عدد المقاطع لغاية ما أحصل على شكل مناسب، تمام. بالشكل ده كده. طبعا كمان لو رحت ل كابس هلاقي تحت التايب معمول إن جونز، ممكن أخليه تريانجلز عشان يزود لي عدد الفيسز، وممكن اعمل ريجولار جريد واخلي ريجولار جريد ده وليكن بخمسة. طبعا ريجولار جريد ده بيوزع الفيسز بشكل متساوي على الحروف. خليناه بالشكل ده. نبدأ بقى ان احنا نفصل كل حرف عن التاني عشان يبان زي الشكل اللي احنا شفناه من شوية في البروجكت اللي قبل كده. والله انا كنت عاملها بطريقة، لكن انا هجرب معاكم دلوقتي ان انا اشتغل على المجراف واخد راندوم افكتور. طبعا راندوم افكتور هيوزعها لتوزيع عشوائي. انا هروح للبارامترز واروح لبوزيشن، اقول له
اكس زي ما هي، واي زي ما هي، هو انا عايز اشتغل على الزد بالشكل ده كده. طبعا ممكن اجيبها بالمنظر ده، تمام. ممكن على لا ده واي، ممكن على اكس، تمام. ناخدها بشكل زي ده كده، تمام، بالمنظر ده. ده حل، وحل كويس، مفيش فيه اي مشكلة. ممكن نكمل باقي التمرين على كده. الحل اللي انا عملته، هنلغي بس الافكتور من هنا. الحل انا عملته ان انا روحت التكست وضغطت على سي من الكيبورد علشان احولها ل editable object. افتح النال اوبجكت ده، هلاقي تحته نال تاني افتحه، هلاقي تومورو اللي هي الكلمة نفسها افتحها، هلاقيه فصل لي كل حرف لوحده كاكسترود اوبجكت. طبعا هي كويسة، اقدر ان انا امسك كل حرف لوحده واحركه على حدة. يمكن دي الميزة اللي بتميز الطريقة دي عن طريقة الراندوم افكتور. نمسك بقى كل حرف لوحده، نروح من توب، تمام. همسك مثلا الاو ام. على فكرة عايز اخلي كل انكور بوينت في السنتر بتاع الحرف بتاعها. هروح للتي مثلا، واروح ل يوز اوبجكت اكسس تول، واروح لسلك استراكشر اكسس سنتر، واقول له سنتر اكسس تو اوبجكت. تاني نجرب، اعتقد ان هي مش هتشتغل هنا. طيب ما علينا، نروح للموديل، اسيب التي زي ما هي، اخد الاو مثلا كده، واخد دي كده مثلا، واخد كده، يعني احاول ان انا انقلها بتوزيع عشوائي شويه. طبعا يعني انا عايز كل حرف يبقى باين، اروح للبرسبكتيف واخد امسك الاو دي واسحبها لورا شوية كده بحيث تدي عمق، واخد برضو الاو دي هطلعها لقدام. طلعها لقدام كده. الار ممكن اخدها كده شوية بحيث تبين الدبليو، والاو دي ممكن ازقها لورا بالمنظر ده كده، واجيبها كده شوية بحيث تبقى قدام الكاميرا. الدبليو ممكن برضو اخدها لورا شوية كده. الام ممكن كده. يبقى كده التي بقى هي دي اللي انا عايز المشاهد يركز عليها، لان هي اللي هيتم عليها الافكت كله. اخدها لقدام وارجع الاودي لورا، واخد التي دي هنا كده. التي انا عايز ان انا اعمل لها سكيل، اخليها مثلا 2 2، لا كتير قوي، 1 و2، يعني بحيث انا عايزها باينه شويه وظاهره عن بقيه الاوبجكتس. طيب لغايه كده تمام وجميل ومفيش اي مشكله. اللي احنا عايزين نعمله بقى ان انا عايز اكسر حرف التي ده بس، تمام، لانه هيتفكك من بعضه
وبعدين يقف زي البولت تايم كده اللي هو زي ماتريكس، والكاميرا بتلف وبعد كده يكمل التناصر بتاعه. طيب اذا انا اللي انا محتاجه ان هو هشتغل على حرف التي ده كله، ماليش علاقة بكل الاوبجكتس اللي باقية هنا. طيب هطلع حرف تي او هسيبه زي ما هو، وهروح على plugins user scripts و xbreaker. هروح على xbreaker وهقول له اعمل لي وليكن 32 بيس، يعني 32 قطعة. والمود مش هخليه immediately، لا انا هخليه ممكن اخليه at velocity peak عشان يفضل ثابت مكانه، وهعرفكم ازاي ان احنا هنكسر جزء ونسيب الجزء التاني ثابت زي في مكانه. بعد كده احتياطي اقول له keep original objects، واقول له use one material، انا عايز material واحدة بس. وبعد كده هعمل break now. تمام، بصوا بقى الغلطة اللي حصلت، وعلشان كده انا سبت الاوبجكت وعملت منه نسخة احتياطية. الاكس بريكر لما اشتغل على ايه؟ على اكسترود نيربس. اكسترود نيربس ده جواه سبلاينز زي ما احنا شايفين كده، هو اللي عمله الاكس بريكر انه اشتغل على سبلاينز دي واهمل بقية الاجزاء. عشان كده كان المفروض الاول قبل ما نطبق الاكس بريكر ان احنا نحول حرف التي ده لإيديتابل اوبجكت، ان احنا نضغط على السي. عشان كده انا عملت منه نسخه وقلت له كيب اوريجينال اوبجكت، هو لوحده عمله إيديتابل وخفاه، لان مفيش مجال لكنترول زد، هترجع كذا خطوه لكن هتقف. هشيل بقى الفراكتشر اوبجكت دوت وارجع للتي، اضغط عليها اظهرها اهو زي ما انتوا شفتوا، برضو حط السبلاين واهمل الاكسترود نيربس. حلها شيل التي ونروح لمجرف تاني تكست اوبجكت، مش مشكلة خالص، سيب حرف التي زي ما هو. اروح للفونت، عايز بالمرة كمان اوريكم حاجة، ممكن ان انا نقي نوع فونت تاني يكون اكبر شوية من الفونت اللي انا اشتغلت بيه ويعوضني عن موضوع السكيل، ونحاول نخليه من نفس الفاميلي بتاعت الفونت. يعني انا كنت شغال بالجوثيك على ما افتكر، مش فاكر كان اسمه ايه بالظبط، لكن انا فاكر ان هو من عائلة الجوثيك. فحاول انك انت تختار فونت تاني يكون من نفس العائلة عشان يديك نفس الشيب لكن مع اختلاف في السكيل. يعني مثلا سنشري جوثيك لو عملته بولد، تمام اهو زي ما انت شايف هو خلف السكيل لكن اصبح من نفس العائلة. ممكن تغير حيث عايزين حاجة اكبر شوية. في فونت اسمه ميديا جوثيك برضو من نفس العيلة بتاعت الجوثيك او الاستاذ جوثيك. الايفل ديد ده برضو لا بعيد خالص، يعني عشان اهو في الفريوي جوثيك اهو، اعتقد ده كويس. ومدي العين مشدودة لحرف التي، انا بس هقربه لينا شوية كده وهزود السمك بتاعه ل60 بالشكل ده كده. طبعا الكابس برضو نفس الموضوع، فيلت كابس هخليها 2 2، اخلي ده مثلا 8 وده 8، يعني بالشكل ده كده. برضو ممكن اروح بسرعة قوي انزل على تريانجلز وازود عدد الفيسز اخليها 5. مفيش اي تشوهات، فمناش محتاج ان انا اشتغل على الاوبجكت واغير الاديتيف ليونيفورم، ولو انها بتبقى احسن لانها بتدي نعومة اكتر للشكل، لانها بتزود عدد الفيسز اللي بتكون او بتحدد المقاطع اللي بتكون الشكل. الالاينمنت اخليه ميدل، تمام مش محتاجين نرفع النمبر. نيجي بقى
للتكست اوبجكت نفسها ونسميها تي. بعد كده نحول التي دي لإيديتابل، نتك حرف السي ونفتح بالشكل ده كده، هنلاقيها معمولة إيديتابل سبلاين. تمام، نعمل نقفل قصدي ونروح على الفراكتشر اوبجكت ده واتك سي تاني عشان يحولها لي المرة دي لبوليجون مش سبلاين. نشيل بقى البوليجون ده بره الهيراركي دي ونشيل النال اوبجكت. بعد كده عندي البوليجون ده متحول ل، طبعا البيفلز بتتحول ل ايديتابلز والجسم نفسه بيتحول ل ايديتابلز، برضو نفس الموضوع. هسلكت ده كله ورايت كليك واقول له كونكت بلس ديليت عشان يديني اوبجكت واحد بس، هرجع اسميه تي مرة تانية. كل دي تحديدات خاصة بالبوليجون نفسه مش هحتاجها دلوقتي لكن هخليها كده. ده اتحول عندي لإيديتابل. اقدر بقى بعد كده اروح لبلاجنز يوزر سكريبس اكس بريكر، اقول له مثلا 32، ومحدش سأل 32 ليه، انا معلق عليها بقى لي فترة ومش عارف الحكاية يعني. تمام، لكن طبعا حط العدد اللي انت عايزه زي ما قلت، هيخليه ات فيلوسيتي بيك. تمام، وهضغط على بريك، ممكن اقول له كيب برضو ويوز وان ماتيريال واقول له بريك ناو. كده كسرها ل 32 حته واحتفظ برضو بالاوبجكت بتاعي عشان لو حصل اي حاجه اقدر ارجع تاني. ده الاكس بريكر. تمام، مكسرها ده، مكسرها لوحده بس. طيب ليه كان مكسرها لوحده بس؟ لان لو تفتكروا انا قلت كان في هنا تحديد، والاكس بريكر لما بيلاقي التحديد ده ما بيعرفش يكسرها او يكسر انهي حته بالظبط في الحاجات اللي متحدده دي، علشان كده بيعمل لك نفس الاوبجكت مره تانية جوه فراكتشر اوبجكت. فالحل شيل التحديد ده كله وروح للسيد او التي اسف بلجنز يوزر سكريبتس اكس بريكر 32 برضو، نخليها اد فيلوسيتي بيك، وبعد كده كيب تاني، وبعد كده بريك. اهو كده لو فتحنا هنلاقيه كسرها للقطع اللي احنا قلنا له عليه. طيب نيجي بعد كده لو عملنا بلاي، طبعا ولا هيحصل اي حاجة. مبدئيا هنروح ننزل فلور. تمام، ونعمل عشان الحروف دي لما تتكسر او الحرف ده لما يتكسر يخبط في الارض ما يخترقهاش، رايت كليك موجراف تاج ريجيد بودي، اصبحت دي ستاتيك ريجيد بودي. نيجي على الريجيد بودي بتاع الاكس بريكر، وفي التريجر هقول له ميدياتلي لمجرد بس نشوف الافكت. تمام، هنلاقيه بالشكل ده كده. طيب نيجي بعد كده ازاي بقى ان احنا ننقي الحتت اللي هتقع والحتت اللي مش هتقع نسيبها زي ما هي. يعني انا بفكر في حاجة، بفكر ان احنا مثلا ناخد نص حرف التي ده من هنا وحتة منه من هنا، يعني نعمل فيه شكل كويس. طيب تعالوا الاول نروح للاكس بريكر واخلي الريجيد بودي التريجر بتاعه اد فيلوسيتي بيك. تمام، طب تعالوا بقى نفتح البيسز ونقفل الفراكتشر اوبجكت ونروح للتحديد ونروح لاداه اللاسو سيليكشن عشان نحدد براحتنا. و طيب تعالوا نروح لفين فين 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 الفرونت. تمام، وتعالوا نرسم تحديد هنا. تمام،
ونرفع دول نطلعهم بره، و تعالوا نرسم تحديد هنا. هما دول فين بقى؟ ايوه القطعتين دول، وبرضو نسحبهم نطلعهم بره. واحد يقول لي هو ايه اللي انت بتعمله ده، اقول لكم ثانيه واحده انا طردت دول بره ليه. تمام، نشغل بقى الفراك الشر، نقفل الفيلم اللي تحت انا مش عايزه، وتعالوا نروح للكام حته الغلابه دول. نروح لموجراف فراكتشر اوبجكت، اسحب الكام قطعه دول احطهم جواه، وليكن هسمي ده داون بيسز بالشكل ده كده. طيب تعالوا بعد كده نروح رايت كليك، موجراف تاجز ريجيد بودي معموله immediately، صح؟ طب بصوا كده لما ارجع للكاميرا فيو او البرسبكتيف فيو واعمل بلاي، متهيألي كده وصلت الفكره. تمام، خلوا بالكم من حاجه، الحته دي ما اتكسرتش مثلا. اروح لاكس بريكر، اشيل الفراكتشر واحدد ايه القطعه دي كده. تمام، ما اتحددتش. طيب الافضل نروح نحددها في الفرونت فيو. تمام، نروح نحدد بالشكل ده كده ونسحبهم للداون بيسز. طبعا عشان تبان نرجع للداينامكس مره تانية ونعدم الاول. تمام، نشغل ده، نرجع كله كده شغال. تمام، طيب جميل كده، اصبح دي الاستاتيك ودي الداون. نيجي بعد كده ليه انا عايز اللي يقع يخبط ويتكسر. طيب ده غير كمان في حاجه، ان انا مش عايز اول ما ابدا تقع، انا عايز انها تستنى شوية، وليكن مثلا هعمل لفة بالكاميرا وبعدين تقوم جاية وقع. الكلام ده كله ان شاء الله نشرحه في الجزء الثاني من المحاضرة بتاعتنا.